بس كان في حاجه غريبه قوي في دقه عرضيات عمر كمال النهارده، يعني بتتكلم في نسبه 17% الدقه صحيحه، ودي نسبه قليله جدا بص هو جدا جدا. المباراه، المباراه اللي فاتت قدها افضل، عمل عرضيات حلوه قوي، هو النهارده عمل عرضيات كتير بس الدقه كانت سيئه. اه ما خلي بالك برضو يعني الامور تحت الضغط، يعني انا كنت اتمنى النهارده ان يعني ما تبقاش المشاكل من وسط الملعب، احنا كان عندنا مشاكل في وسط الملعب كتيره قوي. ما هي وسط، خلي بالك هتعاني من الامور ديت في المباريات القادمه. المباريات اللي قادمه رقم 6 وانت قلتها عشان كده سبتها لوحدها عشان نتكلم فيها. رقم 6 النهارده بدا فيها شويه عمرو السوليه وبعد كده رجع النني تاني بقى رقم 6. رقم 6 دي دايما حاجه محيره في منتخب مصر، يعني محيره حتى لكيروش، انا مش يعني مش عارف يثبت رقم 6. هو حمدي فتحي انسب حد يعمل رقم 6. اه بالظبط، لان كمان عمرو السوليه خلاص، عمرو السوليه اتطور قوي قوي بحيث ان هو بدا بيفكر هجوميا اكتر. هو لما خلى عمرو السوليه هو اللي 8 بعد ما كان بادئ بيه هو اللي 6 وخلى النني كان يمين في الاول، الدنيا اتحسنت في وسط الملعب شويه. بالظبط. والنني انا شايفه لعيب بصير اكتر من ان هو مركز 6 6، لان مركز 6 عايز حد اللي هو طارق حامد. اصلا مفيش حد مركز 6 حمدي في المنتخب النهارده، مفيش حد. ما بالظبط بالظبط. فكانت عندك مشكله، كان بيروح لك منتخب السودان منها كتير، ولو كنت بتلعب منتخب، مع احترامي الكبير قوي طبعا لمنتخب السودان، لو كنت بتلعب منتخب السودان اللي هو حتى كان قبل كده في النسخه اللي فاتت في البطوله العربيه، كان هيعمل لك مشاكل، كان هيعمل لك مشاكل كبيره قوي. النهارده كانوا بيفقدوا الكوره بسرعه جدا، كان عندهم صربعه لعيبه لسه يعني مش خبرات، لا بالظبط مخدودين ان هم بيلعبوا منتخب مصر، بيكون جيل جديد كمان المنتخب. بالظبط. فمشكله كبيره قوي حلها في حمدي فتحي ان هو دايما يكون في المركز ده، لان ده اهم مركز في المركز. تتوقع الفتره اللي جايه في الماتشات اللي جايه بدايه من دور ال 16 يلعب بالثلاثي حمدي فتحي وعمرو السوليه والنني؟ ما احنا بنوع نتوقع ان هو يصحح تشكيله، احنا يعني احنا عايزينه حتى يبدا بالحاجات. لا بس لو بدا بالثلاثه دول انت هتبقى شايف التشكيله مناسبه؟ انا شايف ان انسب حل اللي مش عارف عمرو هيتفق معاه ولا لا، ان احنا نلعب بدبل 6 بالديفندرين وقدامهم مين الديفندرين اللي هيلعب؟ الديفندرين هيبقى السوليه وحمدي فتحي، ولا نني وحمدي فتحي؟ السوليه وحمدي فتحي، بحيث ان حمدي فتحي لعيب بيكون اللي هو 6 6 اللي هي 6، والسوليه عنده حريه شويه ان هو يكمل في الهجمات ورا الثلاثه او ورا الاربعه اللي فوق، ويعني على لعب كروش هو مصمم يلعب عبد الله السعيد. فانا شايف ان كده انسب حاجه. هو كان النهارده الاثنين بيلعبوا في الاول كده اعتقد، يعني ان كان بيلعب السوليه وكان بيلعب النني وقدامهم عبد الله السعيد بشكل او باخر يعني. لكن الحل الوحيد ان هو كده، طالما هو عايز يلعب عبد الله السعيد. تحس ان في خلل في الحته دي؟ طبعا، عشان ما فيش ستة اساسي. انا عايز بس ارجع لعمر كمال. عمر كمال لعيب هايل، هو مظلوم في الحته دي قوي قوي. عمر انت عارف بيلعب في كذا مكان، بيلعب في كذا مكان، هو عشان لعيب كويس فيبان لك ان هو عامل الحته دي كويس. لكن هو عمر لما الماتش اللي فات كان بيعمل كروسات نموذجيه بس مش لحد. في فرق ان انا اعمل كروس نموذج بس لازم اطلعه لحد. هو بيعمل كروسات على اساس ان الفيرود يروح، والكلام ده في الكره الحديثه يعني بدا اللي هو خلاص، يعني احنا كنا زمان يقولوا لنا ايه، اعمل كروس بس ومالكش دعوه. لكن في الكره الحديثه لا، انا لازم اعمل كروس لحد، ما اعملش كروس وخلاص. لكن هو في المجمل عمر كان بيعمل كروسات نموذجيه بس عايز حد بقى يروح للكوره. الكلام ده في الكوره يعني قل شويه او قل كتير، لازم اعمل كروس لحد. لكن النهارده ما كانش عندي بس دفاعين. رايك فيه ايه؟ يعني سيبك من الحته بتاعه الكروسز، هو مش باك رايت اصلا. هو مش باك رايت، يعني هو عنده سماته او نزعاته الهجوميه اكتر بكتير جدا من هو متكتف في الحته دي. يعني هو لعيب سريع، لعيب بيعرف يجيب جول، لعيب بيعرف يكمل.